موضوع مهم جدا، لأنه أنا سمعت وقرأت وكانت في ردود على منشوراتي إنه اتحاد كرة القدم مفروض ما عمل هيك، ومفروض ما أجل مباراة الوحدات الحسين، ومفروض خلى ترتيب المباريات زي ما هو، ومفروض ما عدل في الترتيب. وأنا بحكي لكم اتحاد كرة القدم بيقدرش، وراح أثبت لكم ليش بيقدرش. يعني مش أحكي لكم كلام بالهواء، راح أحكي لكم ليش بيقدرش، مع إني في نفس التوقيت بحكي لكم اتحاد كرة القدم الأردني مش أول مرة بيعمل هيك. في المشاركة الأولى في الوحدات للوحدات في دوري أبطال آسيا رحلت 3 مباريات للوحدات، لعبت بعد انتهاء مرحلة الذهاب منهم مبارتين، حتى أن الوحدات لم يأخذ الراحة ال 15 يوم اللي كانت مقررة بين الذهاب والإياب، واستمر يلعب بين 4 أيام كل مباراة حتى وانتهت مرحلة الذهاب. وبعد ما انتهت كانوا الأندية مستريحين أسبوعين، راح لعب بعد 4 أيام مباراة الأولى في الإياب. فهذا إشي مش جديد جدولك، لأنه كان برضو في استحقاق للمنتخب وما كان في مجال لترحيل أسابيع. فهذا شيء معتاد في اتحاد كرة القدم. ولو افترضنا بدنا نحافظ على جدول الترتيب زي ما هو، جدول ترتيب المباريات، هل يستطيع اتحاد كرة القدم ذلك؟ أنا بحكي لا. الآن تحكوا لي ليش لا؟ الآن أنا راح أوضح لكم ليش لا. في البداية خلينا نستعرض شو في الاستحقاقات اللي جاية ومواعيدها لمنتخبنا الأول، أو حتى المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي بنعرف غدا عنده أول استحقاق راح نحكي عليه، اللي هو تصفيات الأولمبي المؤهلة لنهائيات آسيا، واللي حتى بتأهل للأولمبياد، اللي أنا بتمنى حقيقة إنه يتوفق فيها منتخبنا الأولمبي، وراح نرجع نحكي بهذا الموضوع مرة بآخر البث. وعندنا المنتخب الأول حاليا ب14/9 بيرجع على الأردن، ب12/9 عنده آخر مباراة مع أذربيجان، وعنده يوم الخميس مباراة مع النرويج، ف14/9. طيب يا أخوان، في عندنا في الأردن من يوم أي أول بطولة، من يوم من 9 ل17/10، من 9، احفظوا التواريخ وتداخل هاي التواريخ، من 9 ل17/10 عندنا بطولة الأردن الدولية للمنتخبات، بطولة ودية عاملها الاتحاد كرة القدم الأردني استعدادا لنهائيات أمم آسيا اللي بشهر واحد، أو استعدادا لكأس آسيا اللي بشهر واحد للمنتخبات. هاي البطولة حتضم الأردن والعراق وقطر وإيران، وهي بطولة قوية جدا ومنتخبات قوية جدا، تواريخها من 9/7 ل 19، من 9 ل 17 10، من 9 آسف ل 17 10. يسبقها أكيد في محاولة إعداد، مش راح تكون يعني ومجبر الاتحاد، يعني هو هيعمل استدعاء للاعبين، لكن هو أيضا مش هياخد فترة طويلة، هياخد يمكن تقريبا أسبوع، لأنه هو عنده مباريات في الدوري، يعني يمكن في مباريات للوحدات والفيصلي بنتهوا بأعتقد ب18 و9 و17. فهو هاي البطولة بتنتهي ب17/10، وبعديها ب4 أيام هيلعب الفيصلي مباراة بكأس الاتحاد الآسيا مباشرة، والوحدات الفيصلي بدوري أبطال آسيا، والوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي. بعدين نرجع هاي المواعيد، راح اذكر لكم مباريات الفيصلي بالضبط ومباريات الوحدات بالضبط. يا اخوان، عندنا احنا تصفيات كأس العالم 2026، نعرف انه الاردن حيلعب تصفيات كأس العالم، في حيبلش السنة وبشهر 11 عنده اول مباراتين. يا اخوان تخيلوا انه منتخبنا الوطني راح يلعب يوم 16/11 مباراته مع طاجكستان في طاجكستان، ويوم 21 حيلعب مع السعودية في عمان. لاحظوا هاي التواريخ، حيسبقها فترة استعداد أسبوع ل10 أيام، وبعديها ب4 أيام مباشرة حيلعب الفيصلي والوحدات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي مباشرة، بدون يعني فشة، بتخلص بتيجي يومين ثلاثة وبتلعب. فهو هدول الموعدين ضغطوا كثير اتحاد كرة القدم، بالإضافة إنه لازم يخلص منتخبنا الوطني في أقصر وقت ممكن، وهو آخر مباراة حطها هي كانت للفيصلي ب17/12،
هي حيكون فيها تجمع اسبوعين قبل نهائيات امم اسيا، البطوله الكبيره والرئيسيه اللي بنتمنى انه منتخب النشامه يلعب فيها ويقدم اللي هو حيلعب فيها انه يقدم نتائج مميزه، ونحكي بالتوفيق لعموته مع جهازنا الفني. طيب شو بيعني هذا الكلام؟ هلا رح احكي لكم كمان مباريات الاسيويه لرحله الفيصلي. بيعني هذا الكلام في حالة قرر اتحاد كرة القدم الحفاظ على جدول الدوري زي ما هو مرتب، هو على فكرة ما كانش يعمل هيك دائما، فهو هذا يعني بده يرحل أسابيع. كيف يعني بده يرحل أسابيع؟ يعني اتحاد كرة القدم عندنا ب 14/9 بيرجع المنتخب، ب 15/9 و16/9 و17/9 في جولة بالدوري عندنا، يؤجل منها مباراتين للوحدات والفيصلي لانهم عندهم مباراه في 18/9 و19/9، ما بيقدرش اللي يلعب هاي الجوله، لانه اذا ما لعبهاش راح تترحل، واذا ترحلت حينط عن 17/12، واذا نط عن 17/12 مش حيضل وقت للمنتخب، وكمان لانها مش الوحيده هاي، لانه كمان في كمان جوله حينضغط فيها كمان وحيرجع يرحلها، لانه عنده الوحدات والفيصلي والمنتخب استحقاقات تصفيات كأس عالم، بطولة ودية، آسيا. والدليل انه هو الناديين هدول اكبر فترة راحة لقيوها بين مباراة لمباراة من الآن من وقت استئناف الدوري هي 5 ايام اذا المباراة خارج الاردن، و4 ايام يعني اليوم الرابع اذا المباراة داخل الاردن. فالناديين تحت الضغط، وانا بدي اوضح لكم كيف. اذا بدنا نيجي نبلش لكم الوحدات ولا الفيصلي، بدي ابلش لكم بالفيصلي. اخوان الفيصلي يوم 18/9 رح يلعب مع ناساف، منتخب الاردن بيرجع يوم 14/9، الفيصلي يوم 18/9 رح يلعب مع ناساف. هلا بيكون يوم 17 و16 و15 في جوله الدوري اللعبت، ما بيقدر ياجلها هاي الجوله للاتحاد ليوم 23 و24 او 22 عشان الفيصلي والوحدات يلعبوا فيها، لانه اذا اجلها راح يمد عمر مرحله الذهاب. طب الفيصلي يوم 18/9 هيلعب مع نساف، يوم 22/9 يعني بعد 4 ايام هيلعب، او اليوم الرابع لانه مباراه نساف بعمان هيلعب مع الاهلي بالدوري. يوم 27/9 اليوم الخامس حيلعب مع حرثة بالكأس، شوفوا كيف الجدول. يوم 2/10 ما في راحة، حيلعب مع الشارقة في الإمارات مع خمس، اليوم الخامس يعني 4 أيام اليوم الخامس، وهذا لما المنتخب النادي يسافر بيلعبوه باليوم الخامس حسب التعليمات عندنا بالاتحاد، مش قادرين يعطوا أسبوع يعني لا للوحدات ولا قادرين يعطوا أسبوع للفيصلي. بعدين حيرجع برضه حيلعب باليوم الخامس لأنه راجع من سفر، هيلعب يوم 17 مع الجليل. طيب نقول له ستوب، وقف، في عندنا بطولة الأردن الدورة الرباعية للمنتخبات، بدنا نجمع اللعيبة يوم 18، لما بنجمعهم وحيضلوا المنتخبات يلعبوا ل 19/10، لا يعني حيضلوا يلعبوا ل 19/10. طيب اللي هي البطولة الأردن قطر إيران العراق. الفيصلي يوم 23/10 بعد نهاية بطولة الأردن الدولية باليوم الرابع بالضبط، يوم 23/10 حيلعب مع السد القطري في الأردن. بعديها بخمس أيام يوم 28/10 حيلعب مع مغير السرحان. طيب يوم 1/11 في اليوم الرابع لأنه المباراة في عمان بالأردن، يوم 1/11 حيستضيف حيلعب مع السد القطري. طيب يوم 6/11 حيلعب يوم 1/11 حيلعب مع سحاب، انا اسف، في اليوم الرابع لانه السد القطري في قطر بده 5 ايام. يوم يعني 28/10 23/10 السد القطري بعد الدوره الرباعيه، 28/10 مع مغير السرحان، يوم 1/11 مع سحاب، ويوم 6/11 في اليوم الخامس بيكون بقطر بيلعب مع السد القطري في قطر، ومباشره حيصير توقف ستوب وحدات وفيصلي وأندية تجمع منتخبنا الوطني، لأنه يوم 16/11 منتخبنا الوطني حيكون في طاجكستان يلعب نهائي تصفيات كأس العالم المؤهل، طبعا البطولة المؤهلة تصفيات كأس العالم 26، هاي تصفيات طويلة
ولنهائيات آسيا 27، ويوم 21/11 حيلعب منتخبنا مباراة مع السعودية. طيب بعد مباراة مع السعودية الفيصلي حيكون يوم 27/11، يعني حيرجع منتخبنا حيكون بالأردن يلعب مع السعودية. الفيصلي حيسافر على أوزبكستان يوم 27/11 حيلعب مع ناساف، ويوم 4/12 حيلعب الفيصلي هنس مع الشارقة. هنا في اختلاف بينه وبين جدول الوحدات، الوحدات يعني بهاي التاريخ في هذا الأسبوع في راحة بكأس الاتحاد الآسيوي حنشرحه كمان شوي، حيلعب مع الشارقة. طيب لما يلعب مع الشارقة حتيجي بعديها بعد 27/11 مع الشارقة حيلعب يوم 4/12 مع نادي الحسين، لا يوم 4/12 برضو يوم 27/11 مع نساف، 4/12 حكينا 27/11 مع نساف، 4/12 مع الشارقة، 8/12 مع الحسين، 4/12 مع الشارقة في عمان، 8/12 مع الحسين، 12/12 في اليوم الرابع مع شباب الأردن، 17/12 مع العقبة. اتحاد ما قدر يعمل إلا كل 4-5 أيام مباراة، ما قدرش يرحل جولات، بيرحل جولات بأخر يعني وقف، مثلا بده يوقف الجولة القادمة من الدوري عشان يلعبها بعد ما يلعب الوحدات والفيصلي، أو تضلها منتظمة ترتيب المباريات عشان يخلص الوحدات والفيصلي ويلعب بعديها الجولة اللي بعديها، معناته حيرحل، معناته الوقت مش حيزبط معاه، معناته مش حيقدر يخلص ب 16 أو 17/12 مرحلة الذهاب. هذا جدول الفيصلي. طب احنا بدنا نروح على جدول الوحدات. الوحدات يوم 19/9 حيلعب مع الاتحاد السوري في عمان، منتخبنا طبعا 14/9 بخلص بيصل الأردن. يوم 23/9 الوحدات حيلعب مع شباب الأردن اللي هي الجولة الخامسة، ما بيقدر يجي يلعب الجولة الرابعة لأنه وقتها حيأخر بدء الجولة الخامسة، وإذا أخر بدء الجولة الخامسة معناته بده يأخر نهاية مرحلة الذهاب. يوم 28/9 حيلعب مع نادي جرش. على فكرة مباريات الوحدات والفيصل معطين نفس المدة الراحة للناديين بين كل مباراة ومباراة. بعديها الوحدات حيسافر باليوم الخامس بالضبط حيلعب مع الكويت الكويتي في الكويت، برضو لأنه بيلعب بالكويت حيلعب باليوم الخامس، بده يرجع على عمان في سفر، اليوم الخامس يوم 8/10 حيلعب مع السلط. نحكي له ستوب زي ما حكينا للفيصلي، انت والأندية الأردنية، لأنه عندنا بطولة الأردن الدولية اللي بتنتهي ب19/10. الوحدات حيلعب يوم 24/10 مع نادي الكهرباء العراقي في عمان. هلا شوفوا الفيصلي حيلعب ب23/10، الوحدات حيلعب ب24/10، لانه هيك المواعيد. ليش الوحدات الفيصلي 23 و24؟ هي مواعيد اتحاد اسيوي. بعديها بخمس ايام، حتى هي بعديها بخمس، بيوم 29/10 حيلعب الوحدات مباراته مع نادي الرمثة، وحيلعب ب2/11 في اليوم الرابع بالضبط مع نادي معان، وحيلعب يوم 7/11 مع نادي الكهرباء العراقي مرة أخرى. الفيصلي حيلعب يوم 6/11، الوحدات حيلعب يوم 7/11 مع نادي الكهرباء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي. اصطب من جديد لأنه منتخبنا الوطني يوم 16/11 عنده مباراة في طاجكستان، يوم وعنده مباراة لاحقا مع السعودية، ففيش مجال إلا أنه نوقف، وفيش مجال نرحل الجولات. حيرجع الوحدات يوم 28/11 يسافر على السعودية عشان يلعب مباراته مع الاتحاد السعودي، مع الاتحاد السوري، أنا آسف خربطتوني، أنا آسف عشان يعني بعطيكم معلومات زي هيك، يعني أنا آسف جدا، يعني بحبش البث بالطريقة هاي بس أنا اضطريت. فيوم 28 حيلعب مع الاتحاد السوري، غالبا المباراة راح تقام بالسعودية وفي جدة. مباراة الكهرباء العراقي عشان معلومة لكم، اللي راح يلعبها الوحدات في العراق اعتقد انه بنسبة 95% حتلعب على استاد البصرة في العراق.
بعد مباراته مع الاتحاد السوري في السعودية ب 28/11، الوحدات حيلعب يوم 3/12 خمس أيام على طول، لأنه حيرجع الأردن مع نادي سحاب. هلا الفرق بينه وبين الفيصلي انه الفيصلي عنده بتاريخ 4/12 مباراة آسيوية، الوحدات ما عنده مباراة آسيوية لحد 11/12، علشان هيك يوم 7/12 الاتحاد مش انه مرق له اياها ارتاح، لا، فيش بده يخلص جدول. 3/12 مع سحاب، 7/12 حط له مباراة مع العقبة، وب 11/11 الوحدات حيستضيف 11/12 الوحدات حيستضيف الكويت في عمان، وحيضل يوم 16/12 مباراة الوحدات مع الحسين. ما في مجال نهائي لاتحاد كرة القدم يمد اسبوع، بس مجرد يمد اسبوع، مش عشان اقول لك انسوا عشان الترحيل، عشان يريح الوحدات والفيصلي، لانه عموتة بده اسبوعين عشان نهائيات اسيا. هو منتخب، مدرب المنتخب، وهذا استحقاق رسمي للمنتخب، بطولة كبيرة بآسيا، وضع طبيعي انه يجمع اللاعبين، وحيجمعهم 13 يوم اعتقد قبل بطولة كأس آسيا اللي راح تقام في قطر بداية العام القادم. فهو اول اشي اتحاد كرة القدم ما عملش اشي جديد، دايما بيعمل زي هيك. ثاني اشي اتحاد كرة القدم ما كان عنده حلول استحقاقات المنتخبات، بيقدرش الحفاظ على مواعيد وترتيب المباريات زي ما هو بالجدول، يتطلب انك ترحل جولات، انك الجولة الرابعة هاي عشان انا احافظ على ترتيبها وما اجلش للوحدات والفيصلي، لانه هم حطوا للوحدات والفيصلي مباريات بين المباريات كتير. فلازم شو عملوا؟ يعني شو لازم كان الاتحاد ما عنده حل الا هيك؟ اذا كان بده يخلي نفس الترتيب، معناته هو بالوحدات والفيصلي عندهم 18 و19 مباراة آسيوية، بخليهم بعديها بأربع أيام يلعبوا زي ما هو مقرر مع العقبة ومع الحسين عشان نحافظ على الترتيب. وبهاي هاي أول واحدة أخر خمس أيام، وبالمباراة الثانية نفس الشيء، في ثلاث مباريات آسيوية، والمباراة الثالثة نفس الشيء، معناته جدول الدوري في هاي الحالة حينتهي ب 25/12 مش ب 17/12، معناته منتخب مش راح يقدروا يجمعوا المنتخب أسبوعين أو 13 يوم لنهائيات آسيا. فالاتحاد اعتمد هاي الطريقة، رحل المباريات اللي ما قدر يحطها في ترتيبها، فرحل وكمل الجدول. او بس واحد بيقول لي طب ما هو حيلعبهم، طب ما هو حيلعب الوحدات والفيصلي بعد 3 4 ايام، بس بيقدرش الجدول الدوري كل اسبوع يصير يعمل بين الجوله والجوله 3 ايام، بين جوله الدوري والجوله 3 ايام. اصلا الانديه بتحتاج، يعني مش ذنبهم بمشاركه الوحدات والفيصلي الاسيويه انه الانديه كلها تنضغط وتلعب 3 ايام واليوم الرابع بين الجوله والجوله. بتمنى انه هاي الامور تكون وضحت، نكون عارفين شو اللي عم بصير. وخلينا نحكي انه مش اشي جديد، دائما كان الاتحاد يعمل هيك في مشاركة الوحدات الاسيوية، عمل هيك وما كان في الضغط هذا. الان الاتحاد مضغوط، ما عنده حلول اخرى، ما عنده طريقة اخرى لانهاء الدوري ب 17/12 من اجل تفرغ المنتخب لبطولة اسيا غير الطريقة هاي، ولا يمكن يرحل جولة الاتحاد. لو ايش ما صار ما بيرحل جولة، يعني عارفين شو ترحيل جولة؟ طب يا احد يقول لي طب يلعب بعد نهائيات، بعد نهائيات اسيا، يعني يلعب باخر شهر واحد، يعني في فتره انتقالات شتويه وفي فتره كذا، وفي في يعني انت معقول تاجل مرحله الذهاب لبعد ما يلعب منتخبنا باسيا عشان نحافظ على جدول الترتيب؟ مش انت عندك انتقالات لاعبين وتغيير في اللاعبين، ولاعب بيروح ولاعب بيخلص عقده ولاعب بتعاقد. فهذا الموضوع انا بحكي انه اتحاد كره القدم كان في وضع صعب جدا في اختيار جدول الدوري، ولأنه عنده 3 توقفات من أجل المنتخبات الوطنية، في توقف قادم بطولة الأردن الدولية اللي حكينا لكم عنها، في التوقف الحالي، وفي عنده توقف اللي هو كأس تصفيات كأس العالم، وعنده بشهر واحد نهائيات أو كأس آسيا للمنتخبات. فإحنا بنحكي بالبداية لازم نحكي بالتوفيق للوحدات والفيصلي، لأنه عندهم مهمات صعبة، وعندهم حيلعبوا تحت ضغط رهيب بظروف صعبة. يعني اللاعب اللي يجهد بدنيا راح يتغلبوا بإحضار بديل له، اللاعب اللي يصاب راح يتغلبوا فيه اللاعب، لأنه الوضع راح يكون صعب وشديد على الناديين.
وقد ما يكون في عند الناديين مخزون من دكة بدلاء راح يقدروا يقاوموا بالمرحلة. وأنا أصلا بحكي يعني بالنسبة ل إذا في إذا حدا من جمهور الحسين بيحكي لازم ضلينا نلعب مع الوحدات هلا والفيصلي بعد، أنت بالنسبة للحسين هو أنت مش هتعاني الضغط اللي بيعانوه، يعني أنت قول الله يعين الوحدات والفيصلي على حجم الضغط اللي يعانوه في هاي الظروف. وبنتمنى لهم التوفيق الناديين. فبتمنى هاي الفكرة كمان وصلت وانكم فهمتوني شو أنا قصدت في كلامي. وصعب جدا صعب جدا اتحاد كرة القدم يعمل جدول غير بالطريقة هاي، صعب جدا يخلي يحافظ على ترتيب المباريات، لأنه هذا يتطلب زي ما حكينا لكم ترحيل جولات كاملة، واتحاد كرة القدم في موقف لا يستطيع فيه ترحيل أي جولة. وحتى لو ما عمل هيك هو متعود يعمل، يعني لو ما عمل غير زي هيك واتحاد كرة القدم بالوضع الطبيعي كان يعمل هيك بدون ما يكون في هذا الضغط، كان وشال مباريات. وبتذكر قلت لكم الوحدات لعب بعد مشاركته بدوري ابطال اسيا الاولى لعب جولتين بعد انتهاء مرحلة الذهاب وما اخذش راحة السلبية بين الذهاب والاياب، لانه كان دفع ضريبة المشاركة الآسيوية. وصراحة اللي بيشارك خارجيا في إلها ضريبة، في ضريبة على الوحدات وفي ضريبة على الفيصلي اللي هي ضغط المباريات، ضغط المباريات الرهيب والرهيب جدا. وبنتأمل يتأهلوا للأدوار الثانية وحتى ينضغطوا بالإياب، المهم يظلوا موجودين ويتأهلوا ويرفعوا علم الأردن يرفرف في البطولات الآسيوية. يا ريت الفكرة تكون وصلت، ووصلت بالطريقة الصحيحة، لأن الموضوع مش موضوع عاطفي. يعني واحد أحد التعليقات بيحكي لي طب ليش هانا معطين النادي الفلاني راحة 7 أيام وهناك النادي 4 أيام؟ هو مش هو اتفرج على جدول، ما اتفرج على كافة الجداول، هو اتفرج على جدول بطولة آسيا مثلا أو بطولة لنادي في البطولات كلها. أنت بدك تشوف ما فيش كلهم زي بعض، أنا أتحدى الناديين ماخذين نفس أيام الراحة ونفس ايام الضغط ونفس طريقة الضغط. لكن انت لما بدك تشوف مثلا مباريات الوحدات مثلا في اسيا بدك تشوف مبارياته بالدوري الاردني وفي كأس الاردن، لما بدك تشوف مباريات الفيصلي باسيا تشوف مبارياته بالدوري بكأس الاردن، وبتعرف انه الناديين نفس بيعيشوا نفس الضغط. اصلا اتحاد كرة القدم ما بيقدر يريح نادي احساب نادي، لهم نفس عدد المباريات، الوحدات والفيصلي لهم نفس عدد المباريات محليا اسيويا كاس الاردن بنفس النظام بنفس السيستم بنفس الطريقه، ما في مجال نهائيا. رحل اسبوع، تاخير انهاء الدوري اسبوع لسبب مهم جدا في نهائيات اسيا بشهر واحد. اتمنى هاي الافكار انها وصلت بالطريقه الصحيحه. اخوي حسام جمعه، انا قبل ما انتقل ليش الاستحقاقات بتيجي بالطريقة هاي؟ خلينا نكون واقعيين، يعني هذا إذا بدك تتابع السنة الدوريات في الخليج راح تشوفهم عايشين نفس الضغط، لأنهم عندهم تصفيات كأس العالم زي ما أنت عندك وعندهم نهائيات أمم آسيا زيك. إحنا شوي زدنا في البطولة الودية، يعني حتاخد بدل ما يكون أسبوع فيفا حياخد 15 يوم، لأنه بطولة ودية بالأردن حيستعدوا قبلها بأسبوع. ويمكن إحنا فترة التوقف هاي فيها كان زيادة كثير، هي مفروض إنها بدأت إنها تنتهي تبدأ بأربعة تسعة وتنتهي باتناش تسعة، بس هي بدأت قبل 10 أيام. عموتها كان بده يشوف لعيبة المنتخب، أنا كنت ضد إنه تبدأ 10 أيام، كان مفروض كان بإمكانهم يعملوا جولة دوري فيها. يعني كان بإمكان اتحاد كرة القدم لو المنتخب ما ضغط يعملوا جولة دوري قبل المعسكر، قبل معسكر اللي عمله المنتخب، بس هو عمل 10 أيام وبعدين حيلعب 7 9 المباراة الأولى، المباراة الثانية ب 12 9، بس هو بحجوزات السفر الأردن يصل المنتخب يصل إن شاء الله بالسلامة يوم صباح 14 9 إلى الأردن. بطولة الودية ماخذة أيام زيادة، يعني وضع طبيعي إنهم، وحتى تصفيات كأس العالم ماخذة أيام زيادة، بس هي تصفيات كأس عالم. يعني أنا مع، يعني لما بيكون استحقاق زي هيك نهتم بالمنتخب أكثر، يعني بهمنا. وقبل آسيا أنا مع الاهتمام بالمنتخب وتجهيزه بصورة مثالية لنهائيات كأس آسيا.
فهذا هو جدول الدوري بهاي الطريقة بهاي الظروف الصعبة. أنتم بدل ما تحكوا الوحدات والفيصلي لا احكوا الله يعين الوحدات والله يعين الفيصلي على القادم، القادم صعب على الوحدات والفيصلي، وبحاجة فعلا يعني إنه نقف معهم في المشاركة الآسيوية. طيب واحد بيحكي لي طب ليش ما يلعبوا على استاد القويسمي؟ يا اخوان استاد القويسمي خلص يعني خذوا مني الاسبوع الجاي، يمكن اتوقع يبلش المشروع يعني من شهر لشهر 4 5 السنه الجاي ما في استاد القويسمي. صح تاخروا بزراعه العشب، ما بعرف هذا موضوع عائد لامانه عمان يعني، لكن ما في استاد القويسمي هذا الموسم، يمكن بشهر 3 4 يلحقوا بعرفش. الان في المحور اللي انا كنت انا يعني حاطه بالعناوين اللي هو منتخبنا الاولمبي. اخوان منتخبنا الاولمبي غدا حيبلش مبارياته لتصفيات التأهل لبطولة آسيا تحت سن 23، واللي هي لاحقا بتأهل كمان على الاولمبياد اللي بنتمنى انه منتخبنا يحقق هذا الانجاز اللي ما قدرنا نحققه ولا مرة، ونتأهل لنهائيات للأولمبياد. توفيق طبعا لهذا المنتخب بقيادة الكابتن الكبير عبد الله أبو زمع، إنه هذا المنتخب اللي عبد الله الكابتن عبد الله صار له أشهر عم بيشتغل عليه وبيعده وبيحضر فيه وعنده أسماء مميزة إنه يتصدر هاي المجموعة ويتأهل كبطل المجموعة. المنتخب يضم عناصر مميزة جدا وعنده مباراة أولى حتجمع غدا مراهي مفروض تكون سهلة مع برنواي، وعنده بعديها مباراة أعتقد مع سلطنة عمان هي الأصعب، وبعديها مع سوريا. نظام هاي البطولة التصفيات إنه عندك 11 مجموعة يتأهل 11 بطل، 11 بطل وأفضل أربعة بيجيبوا المركز الثاني من 11. إحنا بنتمنى إنه منتخبنا اللي حيلعب على الترتان بالزرقاء إنه يتأهل بطل للمجموعة، وبنتمنى إنه ما يتعرض أي لاعب في هاي البطولة لإصابات، وما نخسر لعيبة خاصة في نعرف جدول الدوري الصعب وجدول استحقاقات الوحدات والفيصلي اللي بضم المنتخب عدد مميز من اللاعبين منهم، وإنه ما يتعرض حدا للإصابات، وإنه نتأهل بأقل بدون إصابات أبطال مجموعة ويقدموا لنا نجوم المستقبل مباريات كبيرة. منتخب يضم عناصر على أعلى مستوى بقياء منهم لاعب الفيصلي أمين الشناينة نجم النادي الفيصلي، لا من أهم نجوم النادي الفيصلي، نجم نادي الوحدات ومن أهم نجوم نادي الوحدات مهند أبو طه، نجم نادي الرمثة ومن أهم نجوم نادي الرمثة علي العزايزة، نجم نادي الحسين ومن أهم نجوم نادي الحسين سيف درويش، وسيم ريالات برضو من نادي الحسين، محمد أبو النادي من نادي الحسين، يعني بحكي لكم عن أسماء ثقيلة. أنا قاعد قلبي دفاع الوحدات الأساسيين التنين، الموهوب عرفات الحاج القادم بقوة، ودانيال عفاني اللي هو كابتن المنتخب الأولمبي. أنا بعد لكم في أسماء كثير في المنتخب مميزين، زي فيصل أبو شنب اللي بيلعب بشباب الأردن، يعني حراس مميزين برضو، بشار ذيابات من أهم اللاعبين الموجودين، محمد كحلان اللي احنا ما خدش فرصة كويسة بالوحدات نتمنى نشوفه متألق مع المنتخب. بصراحة منتخب نتمنى له الخير، نتمنى له انه يتوفق في المباريات، وان شاء الله يعني راح نطلع نحكي بث على لما يكون لما يلعب المباريات والمؤثر المهمة، راح نحكي عن المنتخب وعن اداء المنتخب، واتمنى نطلع نحتفل بالمنتخب. توفيق للبرنس عبد الله ابو زمع وكابتن امجد وكابتن ابو هشهش والجهاز اللي معاهم بقيادة المنتخب إلى التأهل إلى نهائيات آسيا تحت سن 23، وبعد ذلك إلى الأولمبياد. والله يكون بعون الأندية، يعني حتى لعيبة اللي بالمنتخبات، يعني لما تيجي تحكي لعيبة اللي بالمنتخبات كيف حترجع جاهزيتهم، الإرهاق الضغط طول السنة ضغط، النادي اللي عنده لعيبة بالمنتخبات يعني الأندية الكبيرة زي الوحدات والفيصلي عندهم آسيا، لعبتهم بالمنتخبات، لعبتهم بالمنتخب الأول وبالأولمبي، عندهم منتخب أول بيلعب، بروح بيلعب بآسيا، بروح بيلعب بالدوري، فيش راحة نهائي. لن ينفع هاي الأندية تحديدا الوحدات والفيصلي إلا شيء واحد، دكة البدلاء. ولما ندخل عن هيك هحكي عن نادي الوحدات.
هلا الكلام اللي بدي احكيه عن نادي الوحدات هو عن تحضيرات نادي الوحدات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. يعني انا امبارح لما بحكي الوحدات يتدرب منقوصا و مليون واحد دخل عدل لي، قال لي لعيبة الوحدات في المنتخب يا كابتن اقل، 7 بالاولمبي، 6 بالاول، 13 لاعب، كيف بتحكي عم بيغيب عن الوحدات 18 لاعب؟ طيب ماشي، صدقوني يا شباب لما بحكي بغيب 18 بكون بعرف انه بغيب 18، لانه انت ما حسبت انه ايتو مصاب، هاي صاروا 14، ما حسبت انه طارق خطاب مصاب وخارج الموسم، مش هذا من قائمة الوحدات ال 28، هاي صاروا قديش 15، ما حسبت انه عبد الله الفخوري مريض وبتعالج، وانه عبد الستار راجع من اصابة بداية عودته من اصابة، وما حسبت انه بهاء فيصل بمراحل نهائيه من التجهيز، لسه ما دخلش بالتدريبات الحقيقيه ومش مرشح يلعب اول مباراه او ثاني اول مباراه المباراتين القادمات، وما حسبت انه محمود زعتره برضه راجع من اصابه بمرحله التحضير، فالعدد الغيابات في الوحدات اكثر من 18. طيب لما يكون عدد الغيابات اكثر من 18 والفريق بده يعمل تقسيمه، كيف بده يعملها؟ فريق 28 لاعب بده يعمل تقسيمه، كيف بده يعملها؟ كيف بده يتدرب؟ فأنا بحكي لكم الوحدات يواجه ظروف صعبة جدا، صعبة جدا إلى أبعد الحدود، مش قادر يعمل مباراة ودية. نادي الاتحاد الحلبي السوري لعب مباراة ودية امبارح، أول امبارح، عنده مباراة ودية بكرة، عنده مباراة ودية الأسبوع الجاي، بتحضر للوحدات، عنده لاعب واحد في المنتخب الأول. هذا يعني أنا بحكي لك اذا بدنا نيجي نحكي اسماء لاعبي الاتحاد السوري ولاعبي الوحدات، الوحدة او اهلي حلب زي ما بيحبوا يسموا حالهم بالاتحاد، الوحدات لاعبي اللي موجودين فيه افضل، نجوم اكثر، محترفين في الاتحاد الحلبي ما فيه. فكل اذا بدنا نحكي اوراق فنيه هي لصالح الوحدات 100%، بس شو اللي عم بفرق؟ انه الوحدات مش قادر يتحضر للمباراه بصوره جيده، انه الوحدات مش قادر يعمل تقسيمه، مش قادر يعمل مباراه وديه. الله يكون بعون المدير الفني الجديد، اجى على فريق اللعيب المهمين عنده اللي حيلعب فيهم معظمهم اساسيين مش موجودين معاه، بتدربوش معاه، مش شايفهم اكيد، وانا بعرف مش اكيد، هو كل يوم بشوف فيديوهات عم صار حاضر، بتحضر جميع مباريات الوحدات، حضر مباريات، اقول لك عم بدور على اتحاد حلب، مش بدور بيحضر بدور بدور، بس في مشكله كبيره عنده، هو عنده تكتيك وعنده خطه بده يعملها، بده يعلم لعيبته على الخطة، على الأسلوب الجديد، على التكتيك الجديد، قاعد بيشتغل هو والجهاز الفني والكابتن محمد جمال على أدق التفاصيل، يدور وكذا، بس ينقص الوحدات إنه يتدرب مع المدرب. إحنا ما بعرف أنا كيف المدرب شخصية بقدرش أحكم عليه، بس هو بظروف صعبة، فعشان هيك جمهور الوحدات، هذا الكلام بوجهه لجمهور الوحدات، بدكم تقفوا مع فريقكم، هاي الظروف، ما في ظروف تانية. بدك تقف مع فريقك وتشجعه، هذه مرحلة حرجة للوحدات، الوحدات لازم يفوز على الاتحاد السوري في عمان. إذا الوحدات فعلا هدفه البطولة كأس الاتحاد الآسيوي ويتأهل للدور الثاني، مش لازم يفرط في أي مباراة بعمان. في نقص بالتجهيز، بالتحضير، لاعبي المنتخب بنتمنى يرجعوا مش مصابين، يرجعوا جاهزين، خاصة لعيبة خط الدفاع بالمنتخب الأولمبي، الوحدات عنده 3 قلوب دفاع بس. لأنه في عندنا إصابة طارق، عندنا أحمد الصغير بالفريق حاليا، دانيال وعرفات، ممكن يتوظف ابو الجزر قلب دفاع، نتمنى ابو الجزر يكون جاهز لما يرجع من المنتخب، الاحتمال يروح ما يلعب بالمباراتين قديش حيأثر على جاهزيته، لياقة المباريات، لانه ما في مباشرة في مباراة بنفس التوقيت، اللعيب اللي بالمنتخبات بالاول يعني مثلا ممكن انس العوضات نفسه اللي بنحكي عنه ممكن ما يلعب بوجود مستعمل، ما بيعرفش خطة المدرب، وهذا ينطبق على فكرة على الفيصلي لعيبته بالمنتخبات وجاهزيته وتحضيره، ما الفيصلي لعب مباراة ودية، واحد بيحكي لي صح هو لعب مباراة ودية مع عمان، هو قدر يكمل تشكيلة يلعب فيها مباراة ودية لأنه عنده غيابات 11 لاعب مش 18 لاعب، بس كان عنده في نقص مراكز حاد، يعني وظف لاعبين لعبوا بأماكن غير أماكنهم، بس إنه يلعب مباراة، وعنده مباراة صعبة جدا مع نساف، يعني نساف بتعادل بالدوري مع بختكور اللي هو النادي الأفضل بأوزبكستان، محقق فوز، فيعني في مباراة ثانية، فيعني مباراة مش سهلة، يعني احنا الكرة الأردنية عندها اختبارات حقيقية، احنا يا شباب حتشوفوا اللي بيتابع كرة قدم محلية
منتخبات وبطولات آسيوية دوري، مش حتشوفه كل يوم، كل 3 4 أيام كل يوم حتشوفه مباريات. خلاص اللي بيحب الوحدات حيشوف الوحدات كل 4 أيام، اللي بيحب الفيصلي حيشوفه كل 4 أيام، واللي بيحب المنتخب حيشوفه في مباريات مهمة، واللي بيحب الحسين. هلا أكيد الأندية المحلية الثانية اللي ما عندها استحقاق آسيوي حيشوفه بصورة أقل، حيلعبوا كل أسبوع والدوري شغال. بس أنت بدك تشارك آسيويا، بدك تكون جاهز، بدك تحضر. أنا أخوي محمد جرادات، ليش الاتحاد ما لعب؟ أنا هذا الموضوع أنا اللي فتحته. أنا حكيت مباشرة، نزلت إنه الاتحاد كان لازم ما عمل تجميع للمنتخب مباشرة، لازم فيفا ديز ب4/9 لازم لعب جولة، مش أخذ 10 أيام. وكان لازم لعب، يعني فعلا لو الاتحاد قدر يعمل جولة كان خفف عن حاله هاي الضغوطات وخفف عن الأندية هاي الضغط. لكن المدير الفني المغربي أصر على تجميع المنتخب قبل ما يسافروا 10 أيام بعمان ويشوف لعيبة بيلعبوش بأنديتهم وعشان يختار تشكيلة وكذا. هلا من ناحية حقه مثلا جديد أوكي، بس يعني مفروض كمان مراعاة ظروف الأندية. يعني هذا الأسبوع لو اللعب قديش بيخفف ضغط على الوحدات والفيصل، قديش راح كان حيخفف ضغط على الوحدات والفيصل، قديش حيخفف يريح الأندية، قديش حيعمل تقليل من تأجيل المباريات وترحيل المباريات. لكن هذا بالأخير احنا كلنا تابعين، اتحاد كرة القدم أخذ قرار حسب رؤية المدير الفني اللي كان له تصريحات صراحة. يعني أنا سمعت تصريحاته، يعني هو حكى عن مصلحة الأندية، بس هو بفكر أكيد بمصلحته، يعني هو بفكر كيف بده ينجح. بس هو يعني حكى عن دقائق اللعب انه بده اياها تكون اكثر، لكن هاي كرة القدم الاردنية، انت لما تيجي تدرب بالاردن انت لازم تكون عارف الدوري الاردني والاندية الاردنية وطريقة لعب الاندية الاردنية. انا معك انه احنا عندنا رتم المباريات بضيع وقت كثير ولعب الفعلي قليل، بس هذا ظروفنا. هو بده زيادة رتم الاندية والمباريات، بس هو قبل ما يحكي هيك بده يشوف ظروف الاندية اللي معظمها ما عندوش مدرب لياقة. بتقول ليش ما عندوش يا اخوان الانديه مش لاقي، في ناس الانديه ما بتدفعش رواتب قاعده، في انديه ظروفها صعبه، في لاعيبه قاعدين يعني بتداين بال20 ليره، بديش احكي والله في خليها على الله. فظروفنا هيك، انت جيت تدرب بظروف زي هيك. اعجبني حكى يعني انه مهتم شوي انه مصلحه الانديه ومراعاه الانديه، بس كل جدول راح يكون في ياخذ فترات كافيه للمنتخب. انا معاه قبل نهائيات اسيا ياخذ فترات كافيه، وانا معاه لما بيقدر يجمع لعيبة المنتخب كلهم، مش لما يجمع المحليين وضلوا المحترفين يجوا قبل الفيفا دي، يوم الفيفا ديز. ما برضه كمان خلينا نشتغل بطريقة متكاملة، مش نجيب 20 لاعب لانه مش قادرين، او 24 لاعب مش قادرين نجيب لعيبة المنتخب اللعيب المحترفين، ولما يجوا بنروح لزيادة. ما هذا الاسلوب ما بحبه، مش مناسب انا شايفه. هو ما جاب اشي جديد، طول عمرنا نطلع نحلل نحكي الدقائق الملعوبة قليلة، طول عمرنا نحكي الرتم قليل. احنا بنشوف الرتم عالي في مباراة الوحدات والفيصل، في مباراة الوحدات والرمثا شفنا الرتم عالي في مباراة الرمثا والحسين، الفيصلي والحسين هيك. هاي باقي المباريات فريق بدافع وفريق بهاجم بدون رتم، بقتل طريقة قتل المباراة، مش اشي جديد، يعني شيء معروف في كرة القدم الأردنية. فهاي هي ظروف الأندية، وهذا هو ظروف الجدول، وهاي هي ظروف الوحدات الصعبة قبل آسيا. يعني الوحدات مدرب بيعرف شيء عن الوحدات، يعني بتفرج على الفيديوهات، مش راح يدرب اللعيب اللي مش راح يدرب اللعيب اللي حيلعب فيهم، لأنه العناصر الأساسية اللي مسافر أو اللي مع المنتخب الأول ومع المنتخب الأولمبي معظم العناصر الأساسية. فكويس إنه هي إجت المباراة مع الاتحاد الحلبي، لأنه الاتحاد الحلبي مش عالي كثير، أكيد عندهم حماس وعندهم بيلعبوا بالحماس وبالروح الأندية السورية، بس المفروض الحماس والروح بعمان يكون للوحدات اكثر، بيكون المفروض يكون جمهور الوحدات متواجد اكثر، المفروض جمهور الوحدات يدعم اكثر. لكن خلينا ناكد انه مهمه الوحدات والفيصلي مش سهله، مهمه الوحدات والفيصلي صعبه محليا وخارجيا، لانه ارتبطت الان مشاركتهم الثلاث مباريات الاسيويه دخلوا مع مبارياتهم بالدوري مع توقفات المنتخب للبطولة الودية الدولية الودية اللي فيها 15 يوم، مع تصفيات كأس العالم اللي فيها 15 يوم، مع ضرورة إنهاء الدوري الذهاب ب 16 أو 17 12.
خلاهم يلعبوا كل 3 أيام وكل 4 أيام مباراة، وهذا كان متوقع صراحة. لما أنا كنت أقرأ قبل يومين أشوف الاستحقاقات وأدرسها، ولأول مرة بكتب على ورقة، أنا دائما بكتب إيش، عرفت إنه اتحاد كرة القدم ما عنده حل إلا يضغط الأندية بالطريقة هاي، يضغط الوحدات والفيصلي، لأنه من المستحيل يأجل تجمع المنتخب عشان كأس آسيا، عشان نهائيات كأس آسيا بشهر واحد، ومن المستحيل يرحل جولات دوري تلعب بعد كأس آسيا لأنه حتكون بنهاية شهر واحد. فيا ريت اللي بيجي وبيحكي وبده ينتقد ليش المباريات هيك وبده يعمل ترتيب، يدرس كل هاي المعطيات، يدرس كل هاي الظروف، يدرس استحقاقات المنتخب باليوم، يدرس مواعيد المباريات الآسيوية، ويشوف بيقدر الاتحاد يخلي الجدول زي ما هو ويضطر يأجل ويرحل، يعني مثلا بدل ما الأسبوع ينتهي يوم، أسبوع الجولة الرابعة بينتهي يوم 17/9 بيقدر يخليه ينتهي بيوم 24/9، وبجولة لما يكون في جولة آسيوية ثانية يقدر يضيف كمان 4 أيام عشان ينهي الجولة، ولما يكون ثالثة عشان يحافظ على ترتيب المباريات زي ما أعلن بالجدول الأول. فإذا اكتشف إنه بالإمكان ينهي الذهاب ب 16 و17/9 يطلع ويحكي لنا ليش كيف. أصلاً اتحاد كرة القدم الأردني لم يعلن عن جدول مباريات مرحلة الذهاب وتواريخها إلا لما يشوف وضع الوحدات والفيصلي في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ويشوف جدول ومواعيد مبارياتهم. أنا بتمنى إنه هاي الفكرة وصلت، يعني وإنه يعني وصلت، واللي اجى جديد على البث الجديد بامكانه يرجع. انا حكيت تواريخ الاستحقاقات، تواريخ مباريات الوحدات والفيصلي، الضغط اللي على الوحدات والفيصلي، وبحكي صراحه الله يعين الوحدات والفيصلي على المرحله القادمه، ضغط رهيب جدا. هذا ليس مبرر للناديين، لا، الناديين لازم يكونوا عارفين انهم حيلعبوا بكاس اتحاد اسيا ودوري ابطال اسيوي، ولازم يكون عندهم دكة كلها أسماء ولاعبين قادرين إذا غاب لاعب يتعوض بلاعب. وأنا بحكي الفريقين عندهم دكة قوي، يعني دكة بيقدروا لاعبين يلعبوا كثير بالوحدات والفيصل يكونوا بدلاء. يمكن الوحدات عنده بس مشكلة بالعمق الدفاعي، يعني أكبر مشكلة هي عند الوحدات بالعمق الدفاعي، غير هيك الوحدات عنده 5 لعيبة أجنحة منهم 4 شمال، حتى بيقدر بوجبا بيقدر يلعبوا شمال ويمين، مع عنده 4 الوحدات بيلعبوا قدام مركز 8 أو 3، يعني أبو جاموس بين 8 و10، يعني هاي عنده بدلاء. عنده 4 مهاجمين الوحدات، عنده اللي هو المهاجم هنري، عنده بوجبا ممكن يكون مهاجم، عنده زعتر راح يرجع أكيد، عنده أكيد بهاء فيصل بنتظر الوحدات عودته، عنده مشكلة بالعمق الدفاعي. أعتقد الفيصلي عنده خيارات دكة أكثر بالنسبة للدفاع، بس يمكن عنده يعني بجيت الروشيدي صار عنده أكثر من لاعب ممكن يلعب وسط متقدم، بس أعتقد إنه تعويض تحديدا لاعبه صيصة هو الصعب، إذا إن شاء الله ما بيتعرض لإصابة بيكون جاهز يلعب في أبطال آسيا كل المباريات. فهذا جدول المضغوط. بالنسبة لنادي الحسين، نادي الحسين أنا ما شفتش حتى يعني أي شيء رسمي من نادي الحسين بيحتاج على الجدول. نادي الحسين صراحة عنده مجموعة نجوم في كل المراكز، وعنده دكة أساسية بدلاء، هلا عنده عدد كبير في المنتخب الأول، وعنده لعيبة بالمنتخب الأولمبي، هو جاهز، يعني عنده لعيبة كلها نجوم تتدرب بالفريق الأول، وهو صراحة بظروف الوحدات والفيصلي هذه فرصته الحقيقية انه يكون هو يتفرغ للدوري كل اسبوع، يكون معاه اسبوع يحضر صح لكل مباراه، هذه فرصه تاريخيه له، عنده كل شيء، عنده اللاعبين والاسماء والنجوم، عنده ما عنده ضغط، ما عليه ضغط. فانا بتمنى انه هاي الافكار او انه اللي حبيت اوصل هاي المعلومه بعد الجدل الكبير على جدول مرحله الذهاب. مره ثانيه بذكركم انس العوضات مش بينافس رونالدو مين افضل، مين افضل لاعب؟ لا، رونالدو افضل لاعب، من افضل لاعب بالعالم، كان اسطوره، هو عم بدخل باستطلاع الشهر مين اللاعب الافضل كان في هذا الشهر، مين اللي اثر اكثر، مين اللي عمل نتيجه اكثر، مين اللي ساعد ناديه اكثر في اسيا، يعني في دوري بلاده.
أنس العوضات هو تقريبا نجم مباراة السوبر، هو نجم مباراة الكلاسيكو الوحدات والفيصلي، فنحط في هاي المنافسة. الآن صار تحدي نشمي أردني لاعب منتخبنا الوطني داخل استطلاع، حقه علينا ندعمه ونشجعه ونقف معاه، حقه نيجي نحكي كرة القدم الأردني، اللاعب اللي فاز ببطولة غرب آسيا، لاعب الشهر بغرب آسيا، أردني لاعب منتخب أردن، صح لاعب نادي الوحدات بس هو لاعب منتخب أردن، صح كل الإعلام بالعالم يحكي رونالدو دخل باستطلاع مع لاعب أردني، جمهور كرة القدم الأردني قدر يتفوق على جماهير رونالدو بالوطن العربي ويفوز النجم الأردني. كثير هذه حلوة، تسويق إلنا، تسويق لجماهيرية كرة القدم بالأردن، تسويق تسليط الضوء على لاعبتنا، تسليط الضوء على كرة القدم الأردنية، وفزعة إحنا بنفزع على بعض دائما. يا ريت نفكر بهذه الطريقة، الطريقة الإيجابية، الطريقة نوصل الأمور بطريقة إيجابية. الآن أنا كنت بشوف على اللابتوب قديش الفرق صار بين أنس، يمكن صار بقل كل ما فيه الفرق بين أنس ورونالدو. إحنا شوف جمهور الكرة الأردنية بالليل بتفرغ بتقدم أنس على رونالدو، ثاني يوم الصبح بيشتغلوا هم بتفوق رونالدو على أنس، بس إحنا بكرة آخر يوم بدنا نضل، إذا أنس اليوم تفوق يضل متفوق، بدها تعب. احنا اخوي قص هريان يوسف نتمنى انه ما يكون في اصابات لجميع لاعبي المنتخب، وبنتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي، وبنتمنى التوفيق للمنتخب الاول اللي حيلعب يوم الخميس مع النرويج، حنشوف هالاند ضد الاردن، حنشجع الاردن ضد هالاند. انا بالنسبه الي بشجع مانشستر سيتي حتى يعني النخاع، بشجع يعني بحبه لهالاند كثير لانه بيلعب مع السيتي، بس بتمنى نفوز عليهم ونغلبهم وما يمسك الطابة هالاند. هاي هيك احنا لازم. وعندنا بعديها مباراة في اذربيجان، رحلات وسفر وتعب، وبالاخير حيصلوا ب14/9، حيلعب الفيصل يوم 18/9 مباراتنا ساف الوحدات 19/9. الله يعين الوحدات والفيصلي، والله يرجع لاعبتهم بالمنتخبات جاهزين سالمين، ما في اشي، قادرين يلعبوا يحققوا الانجاز. انا بدي اشوف على بعض الاسئله. يعني انا اسمر بحكي زعلان على الكابتن عبد الله حسام ابو الذهب، من شو بشكي؟ والله اشوف اسمر بدي اياك تجيب مواليد حسام ابو الذهب، هل يحق له يلعب بالمنتخب؟ روح شوف طلع مواليده وحط لي اياه، اذا عشان اذا انت اكدت لي نزلت لي مواليده بيطلع له يلعب بالمنتخب الاولمبي عشان انا احكي والله لاعب ممتاز ولازم يكون بالمنتخب، لكن اعتقد انه اكبر سنه وانا بدي اياك تراجعها وتتاكد منها، لانه الكابتن عبد الله اصلا كان يدور على قلوب دفاع. هلا انا اخشى على استاد عمان. اخوان استاد عمان كالتالي، شوفوا يا اخوان استاد عمان، حيحتضن جميع مباريات الوحدات والفيصلي باسيا 6 مباريات، حيحتضن الدوره الرباعيه، ما في ملعب ثاني نحكي نلعب نادي منتخبين في القويسمي مباراه في استاد عمان، ما بدهم يودوهم يمكن اربد، مش يعني معسكرين بعمان يودوهم على اربد، فهيحتضن مباريات الدوره الرباعيه بعمان، وحيكون ملعب الأندية اللي اختارت تلعب على استاد عمان، وحيكون تحت ضغط شديد جدا، واحنا بنعرف الملاعب المعشبة المنجلة بالعشب الطبيعي لا يعني لها وقت، يعني لها ساعات محددة من اللعب، عادة بيلعبوا عليها مباراتين في الأسبوع. وهاي كمان في إشي أهم، الأندية الآسيوية اللي بتيجي تلعب بدها تتمرن على استاد عمان، حقها تتمرن قبل المباراة بيوم، وهاي المنتخبات اللي هتيجي عندنا حيلعب برضه هنستضيف السعوديه بتصفيات نهائي تصفيات المؤهله لكاس عالم 26 على هذا الملعب. وهاي المنتخبات رح تحكي لك بدها تدرب على استاد عمان. فاستاد عمان هو حيكون بين الانديه كدوري، كتدريبات الانديه الاسيويه، تدريبات المنتخبات، مباريات الانديه الاسيويه، مباريات المنتخبات. في خوف كثير. اتمنى ان يكونوا وزاره الشباب وجهودهم يعني تثمر انه ملعب استاد عمان يصمد تحت هذا الضغط. يعني اخوي فيصل الديسي بيقول لك الاتحاد وقف شهور، ما هو يا اخوان احنا هذا موضوع فتحناه، تحول من شرق اسيا لغرب اسيا، احنا كنا
ارتكبنا خطأ قبل سنوات لما رحنا لعبنا مع شرق آسيا، واحنا هلا رجعنا لعبنا حسب الأجندة الدولية. احنا سبقنا، يعني احنا سبقنا على بعض الدول، يعني في دول لسه مبلشت الدوري. يعني انت الآن بدك تنتظم، ما هو الضغط الموجود على المنتخبات في آسيا والأندية اللي مشاركة بطولة آسيا زي الضغط اللي عندنا. هو الفرق انه احنا بنعمل معسكرات المنتخب، المنتخب نعطيه دائما بيكون في فدية اسبوع، بنعطيه احنا 20 يوم 15 يوم، بس هذا الفرق. هاي عماد الكوز، مساء الخير اخوي عماد، بيحكي انه انس العوضات فرق ال 13 الف صوت صار 1200 صوت، يعني ممكن خلال ما اخلص البث يكونوا قد بعض. هسا مش عدم وجود لجنة فنية بالاتحاد أصبح مستوى الأندية بالحضيض، لا لا، هلا لجنة فنية مهمة جدا، دورها رئيسي في التخطيط بالاتحاد، بس برضو الأندية لها دور في مستوى لاعبتها، الأندية لها دور كبير. الأندية صراحة من أهم الأسباب اللي بتعصف في كرة القدم ظروف الأندية المالية. الأندية كرة القدم رياضة مال، الآن كرة القدم عبارة عن مال احتراف، عقود تدفع، رواتب شهرية تدفع. يا اخوان في اندي هينا بلش الدرع والدوري مش ماخذين ربع راتب، في اندي مش قادر، يعني بدك في اندي مش قادر تستأجر ملعب تتمرن عليه الفريق، في اندي مش قادر تجهز لبس للاعبين، في اندي وفي اندي وفي اندي. بعدين الاهتمام بالفئات العمرية بمعظم الاندي ضعيف، لانه ما في فلوس تصرف على الفريق الاول، فبدك تصرف على فريق على الفئات العمرية، فالوضع سيء جدا، ما في عندنا أندية عندها إمكانيات مالية. ما بعرف متى حيتغير الحال، بس مش شايف إنه الحال حيتغير، أنا أتوقع الحال حيكون أسوأ للأسف. يعني ملعب الوحدات البيتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي واستاد عمان واستاد القويسمة حيكون مغلق رسميا. إذا إخوان أنا طولت عليكم، أتمنى هاي البث موجود مرة ثانية، اللي ما حضر بيقدر يحضره من جديد. كل الحب والاحترام لكم جميعا، وبالتوفيق لمنتخباتنا الوطنية ولأنديتنا في بطولات آسيا ولأنديتنا في الدوري المحلي.